من السيد الرئيس ونحن نازلين، والله ما أريد لأحد أن يحترق في نار جهنم، والله ما أريد لأحد من إخواننا إلا السعادة، سعادة الدنيا والعقبة، والله والله هذا هو الذي يدعوني إلى أن أؤدي هذا الواجب. واجب هذا بعنقي، لازم أقوله، لازم أحكيه. فإذا خلينا، يا أما بدنا نصلي صلاة الإسراء مثل ما الله بيقول، أو قولوا ما بدنا، ساعتها ما فينا غير الالتجاء إلى الله والطلب والطلب، ومن تم نقول يا ربي اغفر لنا، يا ربي توب علينا. والله أنا في سر جاري أقول يا رب خذ في ناصية إخواننا إلى ما يرضيك، يا رب اهديهم، يا رب أنت هادي المضلين، يا رب اهديهم، يا رب اهديهم. أنا والهداية من عند رب العالمين. يعني أنا إذا شفت واحد كان شوية تائه عن الله وبعدين شفته ملتزم